ولكن رأس هذا النظام. ولكن سمح لي، أنت حكيت على الرئيس الراحل بن علي وقتا دي كنت في فرنسا. نعم. واتهمت أنك بوليس معناتها. نعم. أنك بوليس معناتها الشيخ تقود، نحط الكلمة بين هلالين، لجهاز الأمن متاع بن علي. ها؟ قل هاتوا برهانكم. لا وعليش وعليش معناتها تكررت بي الحاح. مش علي مش لي انا فقط، ربما حتى لك انت استاذ، ربما لي كل شخص، كل شخص يقول ما يراه في هذه الحركه، وخاصه انا قصدت راس الحركه في شخصه. تعتبر النهضه هي اللي لصقت لك التهمه؟ طبعا طبعا، باعتبار انا تعرضوا لها المساله هذه، قدمت استقالتي. اما لا، كنت ملحب بشكل كبير ياسر، يقول لك خميس الناجري هو بوليس تابع نظام بن علي. قل هاتوا برهانكم. أنا جواز السفر متاعي خديته بعد الخورة. ثورة بعد ثورة. أنا راها خورة. خديت جوازي بعد الخورة. أنا الآن أسكن في بيت زوجتي. أنا الآن ممنوع من شنغن. أنا روحت من عمرة منذ سنتين أنا وزوجتي، واضطرينا باش نبقى في المطار باعتبار زوجتي تعبت، فتوقفنا. توقفنا في سجن مطار عمان إلا ما تدخلت السفارة التونسية، ولأول مرة أشعر بأني تونسي لأن السفارة دخلت وأزالت. بالمناسبة نشكر سفير تونس في عمان، في عمان الذي تدخل باش أزال عني الحبس. أي كنت مطلوب، حبست. كنت مطلوب لحظة 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 حبست، يعني الشخص البوليس يحبس؟ الشخص البوليس ما عندوش رزقه، ما عندوش بيت؟ الشخص البوليس ياخو جواز بعد الخورة؟ هذه كلام انت ما يمعش الرد عليه، معناتها مردود على اصحابه تعتبر. هاتوا برهانكم. بل انا هنا فرصة الوم الدكتور منصف المرزوقي الذي خرج كتاب الاسود، لم يخرج المورطين في العلاقة مع بن علي من جماعة النهضة. ايش تقصد؟ أعداد كبيرة من النهضة وهم مورطين في علاقة مع بن علي، كانوا قوادة بيات. هل تعتبر أنه كان، أنت تقصد الكتاب الأسود؟ لا مش نقصد، أنا نقصد أن الدكتور المرزوقي لم يعني استثنى من تلك القائمة أعضاء وشخصيات كبيرة، بين ظفرين شخصيات أسماء كبيرة من حركة النهضة، أنهم كانوا يتعاملون مع بن علي. وهل تعتبر معناتها هذا موقف سياسي من؟ طبعا هو المزخية. طبعا هذا ما ألومه عليه، وستثبت لكم الأيام. خوفا من النهضة وخوفا معناتها من حلف كان يأمل بشيء. ما نجمش نحكم على نيات، ولكن أنا هذا